بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان Definition of Riemann Strategies Integrable Functions. نأخذ الآن مفهوم ريمان Strategies Sum. نأخذ نبذة مختصرة عن العالمان ريمان والعالم توماس Strategies. برنهارد ريمان هو عالم ألماني، طبعا ولد في العام 1826 وتوفي في العام 1866. يعود له الفضل في اكتشاف التكاملات. أما العالم الثاني فهو توماس ستيلتيجس، هذا العالم طبعا هولندي في الأصل، وهو ولد في 1856 وتوفي في العام 1894. طبعا نظرية ريمان أو نظرية تكاملات ريمان أو هاي التكاملات الاعتيادية احنا نعرفها، هي اسمها بالأساس تكاملات ريمان، هذه نشأت في العام 1854 ونشرت لأول مرة في العام 1868، يعني بعد وفاة هذا العالم ريمان. أما تكاملات ريمان استلتجس فهذا العالم استلتجس بعد ذلك وطور على نظرية ريمان، فأصبح التكامل يعرف باسم ريمان استلتجس انتجرالز. نرجع إلى مفهوم الصم. قبل ما أبلش وأعرف شنو هو ريمان استلتجس صم، إحنا راح نأخذ بعض التعاريف المهمة. التعريف الأول اللي هو فتشي اسمه بارتيشن التجزئة. بكل بساطة أنا عندي فترة مغلقة هي AB لا على التعيين، فهنا عندي فد مجموعة P هي مجموعة من النقاط تبدأ بالX0 X1 إلى أن نصل إلى XN. هاي النقاط تسمى، هاي P تسمى، مجموعة من النقاط تسمى partition إذا حققت لي هذا الشرط إنه الX0 هو نفس الA. هو أصغر من أو يساوي الـX1، والـX1 أصغر من أو يساوي الـX2، والـX2 أصغر من أو يساوي الـXN، واللي لازم يساوي لي الـB. فهاي مجموعة من النقاط إذا تحقق هذا الشرط بها راح تسمى تجزئة المن للفترة المغلقة AB. نأخذ الآن تعريف الفاينر. حسة أنا عندي two partitions، عندي AP و P داش two partition، ف البي داش طبعا اثنين هن اون اي بي، البي داش is called finer. طبعا هذا الفاينر راح يجيكم الفاينر توبولوجي او الفاين توبولوجي وهكذا فاينر اذا تحقق هذا الشرط. بكل بساطة اذا كانت البي مجموعة جزئية من البي داش. مثال كلش بسيط على الفاينر، مثلا أنا عندي الفترة المغلقة صفر واحد، تعرفون هذا صفر وهذه واحد. طبعا أول تجزئة ممكن أخذها على الصفر واحد، خلنا نقول أسميها P1 تساوي لي الصفر والواحد فقط، فهي عبارة عن مجموعتين تبدأ بالX0 والX1 فقط. الX1 يساوي الواحد والX0 يساوي الصفر، هذه طبعا partition. تجزئة أخرى على نفس الفترة P2، P2 مثلا يساوي صفر نصف واحد، فهنا الX0 هو صفر والX2 هو واحد، هاي أيضا partition. هنا حسب التعريف هاي partition تسمى finer. ليش؟ لأنه P1 هو مجموعة جزئية من P2، P2 اللي هي هذه واحد أو صفر أو نصف. بعد ناخذ تجزئة ثالثة، خلي نسميها P3 مثلا صفر ربع نصف ثلاثة على أربعة واحد، هاي أيضا partition وهاي يسحولها finer مين من P1 والP2 أيضا. ليش؟ لأن P1 هو مجموعة جزئية من عدها
والبي 2 ايضا مجموعه جزئيه من البي 3، وايضا اتحاد هنا يكون مجموعه جزئيه. مثال تطبيقي على هاي، ناخذ هنا مثل فتره من الصفر للاي، فهنا مثلا هاي التجزئه الاولى، التجزئه الثانيه، التجزئه الثالثه وهكذا. فلو تلاحظون تجزئة هاي، يعني مثلا هاي التجزئة الأولى تصير فاينر، هاي فاينر، هاي فاينر، وهاي فاينر. ملاحظة مهمة هنا، احنا من سوينا تجزئات معناتها احنا جزئنا الفترة الأصلية إلى اتحاد فترات مغلقة. مثلا في الحالة الأولى كانت هي فترة واحدة، لكن في الحالة الثانية من اجينا أخذنا هاي التجزئة معناتها صارت عندي الفترة 0-1، هي جزئت بالأصل إلى فترتين، الفترة الأولى من الصفر للنصف والفترة الثانية من الصفر من النصف للواحد. نفس الحالة بالنسبة لهاي الفترة، هاي جزئت عبارة عن 4 فترات، 0 للربع، اتحاد من الربع للنصف، اتحاد نصف إلى 3/4، اتحاد من 3/4 إلى 1، اللي هي 4/4. ناخذ الان تعريف ايضا اخرى مهمه من الاشياء اللي راح تمر علينا بريمان ستلتجز، هو هاي الداله عندي الفا، هاي هي ريال فاليود فانكشن معرفه على الفتره المغلقه اي بي، واذا كانت البي هي بارتيشن على نفس الفتره، فاذا الداله هاي راح نرمز لهذا الرمز دلتا الفا كي، فهو معناته انه الالفا اوف اكس كي ناقص الفا اوف اكس كي ناقص 1، يعني مثلا دلتا اكس 1 هو معناته الالفا اوف الاكس 1 ناقص الفا اوف الاكس نوت. بمعنى لو نرجع للتجزئه مالتنا، مثلا البي اللي كانت 0.5 ونص وثلاثة أرباع وواحد، فمن أجي أقول أن هذه إيش كم دالة راح تكون عندنا؟ راح تكون عندنا دلتا إكس 1 اللي هو راح يكون ألفا أوف الربع ناقص ألفا أوف الصفر، ودلتا إكس 2 اللي راح يكون ألفا أوف النص ناقص ألفا أوف الربع، ودلتا اكس 3 واخيرا دلتا اكس 4. هذه مفاهيم كلها الان حتى ناخذ تعريف ريمان ستلتجز صم. بداية أنا عندي إذا فرضنا أنه الـ P هي عبارة عن partition X0 إلى Xn partition of AB، وراح نفرض أنه T sub K ينتمي للفترة المغلقة اللي هي الـ XK ناقص 1 والـ XK. Sum of the form S P راح ارمز P الفا فوق of the F يساوي summation لما K يساوي 1 إلى N F of T sub K مضروبا في دلتا الفا صاب كي. هذا الشكل او هذا الصميشن هو يسمى ريمان ستلتجز صم. نجي الان الى مفهوم ريمان ستلتجز انتجرابل فانكشنز. بعد ما اخذنا مفاهيم حول الدلتا الفا كي او مفهوم البارتيشن، نجي الان ناخذ
تعريف ريمان ستلتجيس انتجرال. فهنا ناخذ ديفينيشن a function f is called ريمان انتجرابل with respect to الفا على الفترة المغلقة A و B إذا وجد A number إذا وجد رقم خلنا نسميه A capital يحقق الخاصية التالية with the following property for all epsilon أكبر من صفر لازم يوجد partition P sub epsilon على الفترة A و B such that for every partition P finer than P sub epsilon يعني لكل تجزئة ثانية أخذها P ال P epsilon مجموعة جزئية من عندها and every choice of TK ينتمي إلى الفترة المغلقة XK ناقص واحد إلى XK لازم يحقق هاي الخاصية. إذن بس أعيد for all epsilon أكبر من صفر there is a partition P epsilon على الفترة AB بحيث أنه لكل partition P finer than P epsilon ولكل اختيار لأي عنصر T sub K ينتمي إلى هاي الفترة الجزئية لازم يحقق لي أنه ال SP alpha of the F ناقص ال A لازم يكون أصغر من epsilon. بمعنى آخر المجموع الريماني أو the Riemann Stieltjes sum ناقص هذا الرقم لازم يكون أصغر من epsilon. فإذا تحقق هذا الشرط فال A راح نسميها هي ريمان ستلتجيس انتجرال وطبعا الاي راح تساوي نفس الفترة هي الاي بي تكامل من الاي للبي للاف دي الفا او اذا اردنا نسويها بالنسبة للاكس هي من الاي للبي اف اوف الاكس دي الفا اوف الاكس. هنا عندنا بعض الملاحظات شنو الاختلاف الان بين هذا التعريف وبين تكامل ريمان. الاختلاف هو بالدالة الفا فقط. اذا كانت الالفا اوف الاكس يساوي اكس لكل الاكس ينتمي للفترة المغلقة اي و بي فبهالحالة راح نحصل على الريمان صم وبدل ما نرمز S P بالنسبة للبارتيشن ألفا راح تروح باعتبار إنه ألفا أو في الإكس راحت فصير S P أو في الإف هذا الرمز للبارتيشن وهذا البارتيشن بدل ما نسميه ريمان ستلتجيس راح يسمى ريمان صم. إذن هنا صار عندي تعريفين يعني التعريف الأول هو ريمان انتجرابل والتعريف الثاني هو ريمان ستلتجيس انتجرالز او انتجرابل فانكشنز. الفرق بيناتهم انه التعريف الرئيسي هذا هو تعريف الريمان ستلتجيس فحتى اعرف ريمان راح احط كل الدوال نفس الشيء يعني افرض انه الاف هي داله تسمى ريمان انتجرابل وذ ريسبكت تو احنا بدل الفا راح يصير اكس وذ ريسبكت تو اكس اون اي بي اذا وجد رقم اي او اف ذير از ا نمبر وذ ذا فولوينج بروبرتي فور اول ابسيلون
أكبر من صفر يوجد بارتيشن بي إبسلون على الفترة نفسها أي بي، بحيث إنه لكل بارتيشن بي فاينر ذان بي إبسلون يحقق، ولكل اختيار للتي كي لازم يحقق لهذا الشرط. الفرق إنه هنا أنا راح يكون بدل الإس بي راح يكون فقط إس بي أو في الإف بدل الألفا ناقص أي أصغر من إبسلون. لذلك أنا راح أركز بكل الفيديوهات وبكل دراستنا على ريمان ستاتيكس، لأنه ريمان راح يعتبر هو حالة خاصة من عنده.